والآن كلمة بفضيلة الأستاذ زايد الزيد الناشر في جريدة الآن الإلكترونية، فليتفضل مشكور مأجور. مساكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر الأخوة في حزب الأمة على هذه الدعوة الكريمة، وأعتقد أنهم وفقوا كثيرا في اختيار هذا العنوان، عنوان الحكومة المنتخبة. لماذا الحكومة المنتخبة؟ يمكن دكتور فيصل مسلم ذكر تجربة 38 المجلس التشريعي الأول والثاني، وبضيف عليه في أن بال38 كان المجلس التشريعي والدستور اللي حطه كان يسيطر على السلطة التشريعية والتنفيذية. يمكن هذه قليل من يعني أفراد الشعب الكويتي يعرفون هذه الحقيقة. مجلس التشريعي 38 في ذاك الوقت وفي هذا الوقت المبكر وقبل نشوء الدولة الحديثة كان يسيطر على السلطة التشريعية والتنفيذية، لذلك لم تتحمل السلطة آنذاك هذا الوضع، وتم حل البرلمان بعد 6 شهور من الحكم النيابي شبه الكامل في ذاك الوقت، بتحريض من الإنجليز وبمؤامرات ودسائس يمكن يرجع التاريخ يلقاها. لكن لو نرجع أيضا للتاريخ ونستلهم الفكرة منه، لماذا تنازلت السلطة آنذاك عن السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الشعب؟ لأن الموارد المالية لم تكن بيد الأسرة، لذلك كان للتجار آنذاك الدور الكبير في تحقيق إصلاحات وفي تحقيق توازن، وبالتالي تنازلت السلطة لأن المعادلة هذيك الأيام كانت لصالح كفة التجار أكثر من صالح كفة الأسرة الحاكمة. وللأسف تم استخدام أموال النفط بالانقلاب على هذه المعادلة، ولولا الموقف التاريخي للشيخ عبد الله السالم رحمة الله عليه لما تحقق هذا التوازن، ولما حصلنا على مجلس أمة ودستور 1962 اللي يعتبر متخلف بالنسبة لدستور 1938، لأن السلطة أصبحت بيدها موارد مالية كبيرة من جراء بيع النفط. ولما نقول أن الحكومة المنتخبة، لماذا الحكومة المنتخبة؟ لأن الأصل أن الأمة مصدر السلطات، ولكن للأسف هذا غير متحقق على أرض الواقع. نعم بالنص المادة السادسة موجود، ولكن منذ 50 سنة، وحنا السنة الفائتة احتفلنا بمرور 50 عام على إصدار الدستور وليس على تطبيق الدستور للأسف الشديد. نعم احتفلنا أن أصدرنا دستور من 50 سنة، لكن لم نحتفل حتى اليوم على سنة واحدة في تطبيق الدستور. لم نطبق الدستور تطبيقا كاملا منذ 62 وحتى اليوم رغم مرور نصف قرن. الأمة مصدر السلطات، ولكن هذا يتم تجاهله في العديد من التجارب. لم تكد وفاة عبد الله السالم تمضي رحمة الله عليه بال65 حتى تم تزويد انتخابات 67. 76 أيضا تم الانقلاب على الدستور وتم تعليق المواد الدستور وتم حل مجلس الأمة أيضا 86، وحينما تغيرت المعادلة بعد التحرير وشاركت دول العالم المتقدم في تحرير الكويت وسالت دماء أبنائها لتحرير الكويت، لم يعد ممكن للسلطة أن تنغلب على هذا الوضع الدستوري، لأن البرلمانات العالم المتقدم حينما غرت الدخول في حرب تحرير الكويت قالوا نحن ندافع عن نظام ديمقراطي. لذلك يتم اللعب اليوم في تفريق الدستور من محتوى. نعم الدستور كشكل باقي والمؤسسات كشكل باقية. نعم عندنا مجلس الأمة، ولكن وصلنا إلى مراحل لم نصلها من قبل، أن يشطب استجواب من مجلس الأمة، وهذا أكبر تعدي على حقوق الشعب من خلال نزع هذه الأداة الرقابية من نوابهم. أنا بظني أن المعادلة اليوم، لما نقول حكومة منتخبة، المعادلة اليوم لما نطرح تعديلات دستورية أو دستور جديد، وهذا حق متاح للجميع، لما نطرح هذا الموضوع أنا برأيي أن المعادلة وكفتي التوازن اللي كانت بين التجار
وبين الأسرة يجب أن تتغير، اللي تم تحقيقه في مجلس 62 على وجود الكثير من الأمور الجيدة في دستور 62، إلا أن يجب أن تم تغيير كفي المعادلة، ويجب أن تتم تغيير المعادلة، يجب أن تصب لصالح السلطة، لصالح الشعب على حساب السلطة، ويتم تغليم مظافر السلطة في حدها الأدنى، وتكون السلطة أساسا سلطات نابعة من الشعب. لذلك ولأن المعادلة تمت بين أسر تجارية وبين الأسرة الحاكمة والممثل الأكبر للسلطة، تم نهب البلد من صدور من إنتاج النفط حتى اليوم، نهب مبرمج ومنظم. يمكن فترة عبد الله السالم الوحيدة اللي تحكم فيها وحاول أن يقضي على الفساد إلى حد الأدنى لم يقضي عليه بالكامل، انتشرت ظاهرة البراميل في عهد عبد الله السالم، كان كل شيخ وكل متنفذ يرمي البراميل ويحوط مثل حتى إلى درجة أن البراميل وصلت، يعني كانوا يجيبونها من البصرة ومن من من الزبير يشترونها لتحويط الأراضي في الكويت حتى يتم نهب الأراضي. وقام المرحوم عبد الله السالم بتحديد 3% من مساحة الكويت لتكون هذه الأراضي المخصصة للاستعمال العام، وبقية الأراضي أراضي أملاك دولة. ولا زال عبد الله السالم يحافظ على رغم وفاته رحمة الله عليه على أراضي الكويت بسبب هذا، ولكن تم التلاعب بأكثر من أسلوب. لا زالت حتى اليوم البلدية توجد منازعات وادعاءات في الأراضي اللي افترض أنها انتهت منذ زمن عبد الله السالم. لذلك يقول أن العقد الاجتماعي والأسر التجارية اللي معظمها للأسف الشديد قاموا بنهب البلد مع الأسرة الحاكمة، وأكبر دليل على ذلك أن غرفة التجارة في 76 لم توقع على بيان الاحتجاج على حل مجلس الأمة في 76. لذلك يجب أن تتم تغيير المعادلة من خلال طرح أفكار التعديلات الدستورية، ومن خلال تعديل أو طرح موضوع الدستور الجديد حتى يتحقق للشعب ما هو موجود فعلا في الدستور من أن الأمة مصدر السلطات. لأن اليوم النهب في هذا الموضوع وصل، يعني في هذا الأمر وصل إلى أكبر مدى، نهب منظم ومبرمج. نحن منذ التحرير وحتى اليوم لم نستلم غير رواتبنا. أسأل أي واحد هنا غير رواتبنا من التحرير ما استلم شيء. خدمات تعليمية سيئة، خدمات صحية سيئة، خدمات إنشائية سيئة، كل شيء. ويهددوننا بانقطاع الكهرباء صيفا وشتاء، والنهب مستمر والحبل على الجرار. واليوم مثل ما قال دكتور عبيد قطوا الطعم أن 125 مليار ستصرف خلال 5 سنوات. هذا فعلا لتحييد تجار الفساد، بأن يا جماعة لا توقفون مع الحراك اللي هم أساسا مو واقفين مع الحراك، لكن هذا يعني طعم لهم وترغيب لهم أكثر في الوقوف ضد الحراك الشعبي والوقوف ضد المطالب الشعبية حتى يتم السيطرة على البلد وحتى يتم نهب موارده. يمكن الأخ محمد الخنين يعني يتكلم عن نهب البلد وأن هذول ليسوا سراق عام بل مجرمين بحق البلد، هذا صحيح. اليوم يا أخوان يجب أن نعلم أن الكويت يتم تصفيتها ماليا، ولا أستبعد أن يتم تدبيسنا بقروض. يعني يتم مثل الجزائر، من أكبر الدول النفطية ترى، ومن دول مؤسسة لأوبك لما انتهت جبهة التحرير، وهي جبهة اللي غادها بن بلة وابو مدين وآخرهم بن جديد. هذه الجبهة اللي حرت الجزائر من الفرنسيين انغلبت على الشعب ونهبت أموال الشعب وتركت الجزائر لليوم بعد حتى الحرب اللي فقدوا فيها أكثر من 100,000 مواطن. حتى اليوم الجزائر تعاني من الديون رغم أنها من الدول النفطية والدول الغنية. والله على هذا النهب الموجود اليوم في البلد اللي قاعدة تتم تصفية البلد بشكل منظم ومبرمج، لا أستبعد أن تنتهي الفوائض المالية ويتم الاستدانة وخلي تصير حكومة منتخبة والبلد مليانة ديون وتعال فتشج. لذلك الحكومة المنتخبة ما عادت مسألة يعني خيار نبي حكومة منتخبة ولا ما نبي، مو ترف. يمكن الإخوان في حزب الأمة مشكورين بادروا إلى طرح هذا الموضوع مبكرا، وكان أمرا غريبا على الحالة السياسية في الكويت. لكن اليوم لا تجد ناشط سياسي أو مهتم بالشأن العام إلا ويرى أن الحكومة المنتخبة أصبحت ضرورة، ضرورة لأن
تأتي بحكومة منتخبة وتدير موارد البلد وتدير شؤون الدولة، وإن فشلت فلترحل وتأتي حكومة منتخبة غيرها. لكن الآن يصرون على الفشل ويصرون على سرقة البلد، ولا أحد يستطيع أن يغيرهم ما لم يتماسك الشعب الكويتي ويكون كلمة واحدة في وجه هذه للأسف العصابة المنظمة اللي قاعدة تسرق البلد وتصفيها بشكل غير مسبوق. اليوم في الكويت يتم البحث عن يعني مجموعة مستشارين يقولون لهم عطونا مشاريع مليارية، يقولون له والله المشروع فلاني، يقولون له كم قيمته؟ 200 لا 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 شوف لي 3-4 مليار، عندنا فوق 120 مليار نبي نصرفها، لا تجيب لي مئات الملايين، نبي مشاريع مليارية 4-3-5-10 نبي مشاريع. يفكرون بالفلوس شلون يصرفونها وينبونها، مو جدوى المشروع. وللأسف يعني لا زالوا يعني يضحكون على الناس بأن يعني مثل المؤتمر الأخير اللي أشرف عليه دكتور يوسف إبراهيم، وهو أحد رموز الفساد ومستشار بالديوان الأميري، يشرف على مؤتمر للشباب ليظهر الصورة الخارجية بأن الكويت ممكن تقول أي كلام أمام صاحب السمو الأمير وأي نقد ممكن يقال، وهذا كله لتحسين الصورة الخارجية. للأسف الشديد يعني أنا أستغرب من أن الديوان الأميري يكلف شخص ثبت ضلوعه في فساد مشروع اللآلة وصار عليه استجواب، وثبت فساده في مشروع أمانة وهو مستشار في الديوان الأميري، يساهم في تمرير مشروع أمانة ويقوم صاحب السمو بإصدار مرسوم الإنشاء، وبعد أن يتبين ضلوعه في هذا المشروع ومشاركته فيه ووجود أسهم له هو ويا رئيس الحكومة وأولاده، يتم إلغاء هذا المشروع بمرسوم آخر، ومع ذلك لا يزال متواجدا ويشرف على مؤتمرات ويضحك على العالم الخارجي لكن ما يضحك على أهل الكويت. لذلك يا أخوان المسؤولية مسؤولية الناس، مسؤوليتنا كلنا في أن نتصدى لهذه الهجمة المنظمة في سرقة البلد اللي لم تمر على الكويت في أي لحظة من لحظات تاريخها مثل هذه السرقات المنظمة. وشكرا لكم وأسف على الإطالة.